ضفنا الممبار بطريقة سهلة وسريعة. ان شاء الله لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشكرا لمتابعتكم. ريحته حلوة جدا وابيض زي القشطة زي ما انتم شايفين، ان شاء الله تجربوه. الممبار كده بنجيبه من عند الجزار بالشكل ده، احنا لسه ما قلبناهوش ولا حاجة ولا عملنا فيه حاجة. هناخد منه حتة الاول هنقلبه، اوريكم نقلبه ازاي. هناخده بالشكل ده كده، هنفتحه كده ونقلبه تحت الحنفية. نبدأ ندخله كده تحت الحنفية، المية هتساعد على طول ان هو يتقلب معانا زي كده، هيبدأ ينزل في المية. بعد ما قلبناه بالشكل ده انا هكمل اقلبه كله واقول لكم نعمل ايه. ده شكله كده بعد ما قلبناه. هنبدأ بقى نقصه على قد ما احنا عايزين، الحجم اللي احنا عايزينه، يعني مثلا بالحجم ده كده عشان لو تخين ما نهدرش منه كتير، لان اول حاجة لازم نسيب حتة من هنا كده وحتة الناحية التانية عشان يقفل. هنحتاج بقى ايه دلوقتي للتنظيف؟ معلقتين كربوناتو ونص كوباية خل، هنحطهم على الممبار كده. نحط الخل والكربونات، بصوا هيفور. هنسيبه بقى كده نص ساعة، هنسيبه يتنقع كده نص ساعة وبعدين اوريكم ننضفه ازاي. كده هدي، هو فر الاول وبعد كده هدي، ما بقاش فيه غير المية اللي احنا حطيناها والمقادير بالظبط، نص كوباية خل ومعلقتين صغيرين كربونات يا اما معلقة كبيرة، يا ده يا ده. احنا كده حاسبينه نص ساعة. بعد ما سيبناه اتنقع نص ساعة كده قصقصناه على الحجم اللي احنا عايزينه، هناخده دلوقتي كده زي ما هو على الحوض على فالانش على اي حاجة، وبظهر السكينة كده نبدأ نشيل كده اي حاجة لزجة، او لو عندك السكينة مش تلمة يعني مش حامي قوي تعملي كده بالسكينة لحد ما تشيلي كل ده. بعد كده نقلبه على الناحية التانية. عملنا احنا جنب، نعمل الجنب التاني. لو السكينة حامية هتقطعه، لو سكينة برد عادي كده حلو، احسن من ان انت تعملي بالظهر اسرع كمان. لحد ما نشيل كل ده من الجناب كده، نلفه من الجناب. نشوف الحتة اللي ما اتعملتش ونلفها ونعملها برضو لحد ما تشوفوا كده شكله. بصوا لو طلع قد ايه حاجات ايه ده كده. الجزار مش منضفه خالص، في جزارين بينضفوه بس برضو بتعيد عليه وبتنضفيه تاني في البيت، وتتني كده بقى ده مكان ما انت كنت ماسكة وتعيدي كده. بالشكل ده هكمل انا بقى الكمية كلها واوريكم. بعد ما خلصناه كده بالسكينة وشطفناه وصفيناه من الماء كويس، هنجيب ملح خشن ودقيق. لو مش موجود ملح خشن عادي هنستعمل الملح الموجود، وهنفضل نقلبه كده ونفركه بقى بالملح ده والدقيق لحد ما ينضف قوي، بس اهم حاجة تكون احنا صفيناه كويس قوي قوي. نفضل نفرك فيه نفرك فيه لحد ما ينضف. بصوا دعكته دعكه حلوه قوي، قعدت ادعك فيه بتاع 7 دقايق تقريبا او 10 دقايق. هناخده بقى نشطفه شطفه حلوه قوي ونصفيه من الميه خالص. صفيناه كويس من الدقيق وغسلناه حلو قوي وصفيناه من الميه. نبدا بقى ان احنا نقلبه ونرجعه تاني على الوش زي ما كان زي ما جبناه كده بالشكل ده. هنقلبه بالشكل ده ازاي؟ هنمسك حته كده ونشقلبها تحت الحنفية، ندخل المية من جنب، ممكن نحط فيها مية ممكن هي بتتقلب بكل سهولة عشان احنا مقطعينه حتت صغيرة، بس تحت الحنفية تتقلب بسرعة اهو بالشكل ده. بصوا كده هو يتحشي بقى كده، الناحية الناعمة لجوه واللي فيها دهون دي لبره.
ونغسله غسلة تاني ونصفيه خلاص كده، يبقى جاهز للحشو.